وهلا صار الوقت لنعرف ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك بنهايه اخر هاي السنه اخر هذا الشهر وبدايه شهر جديد. انا مستعجله على مصره من البدايه انه اخر السنه مستعجله. لا الصراحه مستعجله، تمرق 23 بسرعه. صار الوقت لحتى نعرف ابراجنا مع نجلاء ابراني. يسعد صباحك. صباحك يا نور. مشكلتنا مع اخر السنه هي بتحسي اول شهر طول شديده النسيان يا روحي. أوكي ببساطه يعني ميزان شديدة النسيان لأنها ميزان. ايه تماما. يسعد اوقاتكم وتضلوا دائما بخير. هلا آخر شهر، آخر يوم بالشهر 31 اليوم واحد، بداية شهر جديد بتمناه سعيد للجميع ابتداء من بكره. يجعل أيامكم سعيدة. ما زال عطارد متقدما، كوكب السفر الأوراق المستردات ما زال متقدما في برج الجدي، ما زال المريخ كوكب الطاقة الحماس، كوكب اللي بيجعلنا شوي متضايقين نفسيا لو كان بموقع غير مناسب، يتقدم في برج الجوزاء. والزهرة ايضا يتقدم، كوكب الشخصنة، كوكب الامور الشخصية، كل شيء بيخصنا على المستوى الشخصي كمان يتقدم في برج الحوت. هل هالكوكبين بالذات اللي هن المريخ بالجوزاء والزهرة في برج الحوت عامل جزء من مضايقات العذراء والقوس، طبعا اضافة الى برج الجوزاء والحوت. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اليوم على وشه ابتسامة. ما بعرف إذا السبب اتصالات، اليوم ممتاز لعلاقات شخصية، في تغييرات، في عم تحمي ممتلكاتك، عم تحمي حياتك، عم تضع النقاط فوق الحروف، يعني الأمور ماشية بطريقة أفضل. في أمان واطمئنان عند مولود برج الحمل، ويمكن عم تنفتح لك أبواب للسعادة يا رب العالمين. أنت عموماً مرح وحيوي اليوم. مولود برج الثور، انت اللي عم بتناقش بعقد جديد، يمكن بيع او شراء. دائما وجود عطارد في برج الجدي بيخلي الامور الماليه تعني لك بطريقه ما، بس بالنتيجه نصيحتي لك دائما نظم مصروفك. انت من الاشخاص اللي بيتمتعوا بالرفاهيه ومصروفك ما عم بيقل حتى لو كان الدخل اقل شوي. هلا انا برايي خفف من الانفاق عموما مولود برج الثور. جوزاء دخل القمر على برجه، عم بيخلي الامور العلاقه بفرحه، فئه بكير، نوع من انواع النشاط، لطيف دبلوماسي، عنده ظروف مناسبه، عم بيحسن علاقاته بالاخرين ويشعر بالثقه بالنفس. بالتاكيد وجود القمر والمريخ اثنيناتهم ببرجك عم بيخلي عندك هيك نوع من انواع النشاط الايجابي، يخزي العين، ما عم تقعد، ما عم بتنام نوم الظهر، الاحداث اذا ملاحظ تتلاحق ورا بعض، يعني ور 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 هيك الامور العلاقه ورا بعض، عم تهتم بمظهرك ومعنوياتك وعم تتباهى بجاذبيتك. مولود برج السرطان، اليوم الامور انت شوي مانا مريحه، يمكن في محادثات مع بعض الناس لترتب امورك، بس الحقيقه اليوم عم بتواجهك نوع من انواع الضغوطات، ربما خلافات مع شريك، ربما مجبور انك تعتذر اذا اخطات لانه في سوء تفاهم محتمل أو تحريف لبعض الكلام. مولود برج الأسد، يوم اجتماعي بامتياز، يعني اليوم بهذا المطر وين رايح برج الأسد ما بعرف، بس بالتأكيد لو قاعد ببيته فهو عنده زوار اليوم، يوم للزيارات، للقاءات، للعلاقات، يوم مو أبداً مو قاعد فيه لحاله، بالعكس عم تكتر الحوافز في مشروع سفر إذا وضعك يسمح، عم ترغب بالتسلية وارتياد الأماكن الترفيهية، تحاول التوفيق بين عملك وبين أمورك الاجتماعية. مولود برج العذراء، أنت اللي مانك مرتاح، عم تعيش وقت صعب، يمكن لأنه واقف على تكة بدك تنفجر، معصب من شيء قصة، متضايق من شيء قصة، نوع من أنواع التعطيل، مصاعب طارئة أو مسؤولية تضايقك. أنا ما بشوف في شيء سيء، بس يعني كأنه عندك حالة من المراوحة، يعني الأمور لا أخذ طابع تغيير ولا بالعكس، هيك كأنه عم تراوح بالمكان، كأنه ما في شيء مهم على كل الأحوال، بس ممكن كلمة غير مقصودة اليوم تضايقك أو تزعجك، الأمور ليست في أفضل حالاتها. مولود برج الميزان، اللي الأمور اليوم في أفضل حالاتها، عم تسوق مواهبك، مهاراتك، اليوم أنت أكثر قرب من الناس اللي بتحبهم، في حظوظ مساعدة سواء لمشاريع كانت مؤجلة، سواء لتفهم وجهة النظر الأخرى، سواء ليكون عندك خبر أو عرض جديد أو نوع من أنواع الأماني المحققة. حد الأيام الإيجابية ربما تسعدك قرارات. مولود برج العقرب، اليوم كمان الأمور بالنسبة لك إيجابية وجيدة،
خدمات تتبادلها مع المحيط، انت عم بتقدم هن عم بيقدموا، المهم في حل لبعض المشاكل اللي كانت عم تشغل بالك خاصة بالأمور العائلية، عم تستعين ببعض الأصدقاء أو عم تعرف نجاح بعد نزاع أو متيقظ للتفاصيل. اليوم في نصائح ومساعدات مالية عند مولود برج العقرب. في تأثيرات سلبية عند مولود برج القوس، لا أظنه الأفضل اليوم، كأنه هيك عيونه عم تتحرك بعصبية، عم بيدور على شيء ما عم بيلاقي حواليه، هو شوي اليوم ضيقان خلقه، في بعض الاستفزازات العابرة، أنا ما قلت لا، هي شوي تأخير، هي مشاكل غالباً بالنقل أو مشاكل مع زوج أو أخت أخ، يعني حوالي اليوم أشخاص ما نون كتير مؤيدين لمولود برج القوس، وهو شوي عدائي ما عم بيعمل تنازلات عموماً. هلا اليوم ما تصعد خلافات على كل الأحوال، وانتبه لمواعيدك وقل أنا أعمل 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 لصالح الأيام القادمة. مولود برج الجدي كمان باستطاعتك تقول أنا أعمل أعمل لصالح الأيام القادمة، بس اليوم شغلك كتير، يعني اليوم في عندك كتير شغل وما بعرف، كأنه يعني متعب مكسل ضيقان خلقك فاقد للطاقة، يمكن هذا الطقس عم بيخليك مانا كتير لك علاقة بالعمل، وجسدك اليوم هيك عم يمنحك إشارات ريحني ريحني ريحني. هلأ إذا بتقدر ترتاح لك ساعة ظهر، تنام لك نوم الظهر، تقعد لك جنب الصوبية، تشرب لك شوية شربة عدس، دائماً هي مرافقة للمطر عموماً، فالأمور بتصير كتير أفضل. بكل الأحوال انتبه شوي صحياً. مولود برج الدلو اليوم قادر يطلع اللي بقلبه بدون انفعال، يوم فيه اجتماعات، فيه استقطاب للمحيط، اجتماع يمكن مع زملائك، ابتسامة، تفاؤل، ثقة بالنفس، دروب ترضيك وتسعدك على الغالب، وربما تباشر على الأرض خطوات مركزة لتكون مسموع وكلمتك مؤثرة. مولود برج الحوت اليوم وحيد أو محبط أو ضايق خلقه، عم بيحاول يشرح وجهة نظره وما عم يقنع الناس الحواليه، أنت كمان شوي متسرع، حاول تكون قليل الردود اليوم، ما بعرف قدي قادر، ما تدخل بصدامات مثلاً وما تفتح أبواب مشاكل. تبدو عصبياً قلقاً مستعجلاً مولود برج الحوت. خليني أعايد مولود اليوم، مولود 31 كانون الثاني، الكائن الذي يحب الحرية ويمارسها ويمنحها لكل من كان تحت سقفه، يعني حدا حر وبيحب الحرية للآخرين، يناقش ويتعلم من النقاش، لا يسمعك لمجرد الكلام، بالعكس يتفهم وجهة نظرك، يحترم رأيك ويجبرك على احترام رأيه، مقنع، محاور، محب للسفر، للتغيير، متهور قليلاً، بس من الأشخاص اللي عنده دائماً مثل عليا، حضاري ومحبوب من الآخرين. سنة للتعارف، لتوضع النقاط على الحروف، ليكون عندك تقدم أو راحة نفسية، خاصة بقصة بتخص العائلة، بقصة تخص الأمور الشخصية، أنا بشوفها السنة كتير مهمة وكتير فيها تغيير، خاصة فترات الصيف رح يكون فيها تغيير جذري من مكان إلى مكان أو من حالة إلى حالة. الله يقدم فيه الخير ويسعدكم جميعا. رسائلكم بالتأكيد على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. بشرة عم تسألني مع طارق، يسعد أوقاتكم، والله إحدى العلاقات الجيدة جداً يا بشرة، بس أنتي عنيدة وعصبية أكثر مما يجب. هلأ هاي القصة ما كتير بنصحك فيها يا روحي أصلاً، لأنه هو كمان عنيد، يعني ما فيك تغيري إذا ملاحظة، والشيء اللي بدك إياه بدك تجي من تحت، يعني عموماً باللطف، بالدبلوماسية، بالحبية، أما تجي بالعناد وبالعصبية فهو ما رح يقنع. هلأ هاي سبب أغلب المشاكل اللي بتكون بيناتكم، وإلا العلاقة بيناتكم جيدة جداً طبعاً، والسنة حلوة. رشا أحمد عم تسألني عن أمورها، سنة مال وعواطف يا رشا، خاصة فترات الصيف الأفضل بتكون الزهرة كوكب الحب والعواطف لديك، سيتقدم ويتراجع بأربع خمس شهور، رح يضل في برج الأسد صديقك، فالأمور جيدة جداً بالنسبة لك هذا العام. منال عم تسألني مع محمد، الله يقومك بالسلامة يا منال، سنة جيدة جداً جداً جداً، أحد الأعوام الأفضل وغالباً فيها تغييرات حلوة ومفرحة، ما بعرف، الله يفرح قلبك بأمتك بالسلامة، طبعاً أصلاً العلاقة بينك وبين زوجك جيدة جداً.
سراء وابراهيم يوم وشهر وسنه واسم. رغد بنت عائشه، يسعد اوقاتك يا رغد. رغد عندك سنه بتاخذ العقل، وكل شيء هلا عم يمشي باتجاه الافضل، بس ما اظنه كثير للتغيير عاطفيا، عم بحكي قبل الصيف. تغييرات هلا ماليه عمليه، اذا بتشتغلي ففي تغييرات بالعمل ربما او بامورك الماليه. طبعا اصلا الشهر الثالث رح تفتح بحياتك ابواب هيك تحسن مالي، بس الصيف هو المفرح كعواطف او كتغييرات عاطفيه. ابراهيم عم بيسالني مع ورده، سيد اوقاتكم، احدى العلاقات الافضل يا ابراهيم ورده، علاقة جيدة جدا 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 ودائمة جدا جدا، ولكنها بطيئة جدا جدا. فما بعرف إذا هو زوجك أو لساته مشروع، بس هي من العلاقات اللي اتنيناتكم فيها قليلي الكلام وبتتصرفوا ببطء، ما بتستعجلوا بقراراتكم، وهي قصة إيجابية. زبيدة عم تسألني عن أمورها، يسعد أوقاتك يا زبيدة، والله سنة جيدة لكن فيها تعب مالي. زبيدة ما بعرف إذا عندك نية تبيعي أو تشتري، أنا ما كتير بنصح، يعني بنصح إذا بدك تبيعي تشتري بنفس اللحظة، ما تحطيهم بإيدك لأنك حدا ما بيعرف يمسك قرش أصلاً، فانتبهي على هاي القصص على كل الأحوال. يعني وضعك المالي هو المانو كتير مريح هذا العام، بس بقية الأمور جيدة. لاما بنت فلك، يسعد أوقاتك يا لاما. لاما عندك 3-4 شهور بياخدوا العقل، غالباً فيهم تغيير وفيهم تغيير أساسي، يعني بظن خطبة، ارتباط، لأنه الصيف رح يكون للحركة من مكان إلى مكان. إن شاء الله أيامك دائما سعيدة، يجعل أيامكم خير وتضلوا دائما مبسوطين وتضلي دائما بخير يا نجلاء. يسعد صباحك. شكرا كثير لك يا مدام.